نظمت تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين بمحافظة الدقهلية ندوة لمعرفة قضايا المجتمع والمشاكل التي تواجهه، ويأتي ذلك في إطار خطة التنسيقية لإجراء حوارات مجتمعية في كل محافظات مصر. وشهدت الندوة تفاعلا كبيرا من الحضور الذين طرحوا العديد من القضايا والتحديات في مختلف القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية مثل الصحة والتعليم والطرق والنظافة ومياه الشرب والصرف الصحي والسياحة والاستثمار وقانون البناء والتصالح ومنظومة التقنين وغيرها من الموضوعات. الدولة المصرية بتسعى ان هي تخلق بيئة سياسية آمنة، وزي ما دعا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افطار الأسرة المصرية في رمضان اللي فات بخلق حالة من الحوار الوطني. احنا كتنسيقية اتخذنا على عاتقنا ان احنا ندعم الحوار الوطني، ننزل للشارع، ننزل المحافظات. النهاردة احنا موجودين في الدقهلية علشان ناخد مقترحات الناس على كافة المحاور ونرفعها لإدارة الحوار الوطني. التنسيقية منذ إطلاق الحوار الوطني وهي تجوب المحافظات من أقصى الشمال لأقصى الجنوب ومن شرقا لغربا، واليوم محطتنا في الدقهلية نحن نعرف أهالينا في الدقهلية عن الحوار الوطني ونسمع عنهم ومنهم أولوياتهم و تحدياتهم في الحوار الوطني سواء في المحور السياسي او الاجتماعي او الاقتصادي. وبدورها التنسيقيه يعني هي دايما ارضيه مشتركه لجميع الاراء من اقصى اليمين لاقصى اليسار. هنجمع الاراء والمقترحات الخاصه بمؤسسات المجتمع المدني وجميع الاطياف الممثله اليوم في الحوار تمهيدا لرفعها للامانه العامه للحوار الوطني ان شاء الله. في حوار مفتوح النهارده مع اطياف المجتمع، ازاي بنسمع الاراء وبدورنا بنوصل كل المقترحات لمجلس امناء الحوار الوطني وبنشتغل عليها سواء كانت تشريعيه بادوات برلمانيه داخل المجلس، ولو في امور متعلقه بالشان العام توصل للحوار الوطني في محاوره الثلاثه الاساسيه سواء سياسي او اجتماعي او اقتصادي بنوصلها لمجلس امناء الحوار الوطني. كان مهم ان احنا ننزل لاهلنا داخل محافظه الدقهليه لان قطاع عريض جدا منهم يعني كل وعي وكل فهم للحوار الوطني. مهمتنا ان احنا نسمع التحديات بتاعه اهلنا داخل هذه المحافظه ونقدر ان احنا ننقلها كتوصيات على مائده الحوار الوطني.